صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز حجز مكان لمن يريد حضور الدرس وذلك بعد اتصاله بزميله بأنه سيحضر؟ نعم. يقول: هل يجوز حجز مكان لمن يريد حضور الدرس؟ أي درس؟ هل المسجد ما به زحمة ولله الحمد، فيها أمكنة كثيرة لا يحتاج حجز، والمقرفون يبلغ القاصي والداني، لا حاجة إلى الحجز. نعم.